سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلنها صريحة في كلمته امبارح برفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وأكد أن محاولات إجبارهم على النزوح لسيناء هتكون عواقبه وخيمة على المنطقة ككل. خلينا نقف على حقيقة التحركات والأهداف الخفية وراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة من الكاتب الصحفي الأستاذ جمال عفيفي مدير تحرير الأهرام. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضراتكم وأهلا بالسادة المشاهدين. طيب بداية خلينا نتكلم عن تصريحات الرئيس السيسي بالأمس وأهم الرسائل اللي حملتها كلمة الرئيس السيسي من وجهة نظرك. هو طبعا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس كانت واضحة وصريحة وقاطعة. مصر لا تقبل بتصفية القضية الفلسطينية، مصر لا تقبل أيضا بتهجير الأهالي قطاع غزة إلى سيناء، وكان هذا الكلام واضح وقاطع وصريح، لأن كان من المعروف أن هناك هدف من الدولة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية للعمل على تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، وده التصريحات اللي اتقالت، يعني دي كانت حاجة معلنة، تصريحات من مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وخلال عمليات القصف المستمرة أن هم يجب عليهم أن هم يذهبوا إلى سيناء ويقعدوا في سيناء خلال الفترة دي. لكن طبعا كلام الرئيس بالأمس أكد على أن محاولة النقل دي طبعا مرفوضة من زمان، والرئيس أكد عليها أكثر من مرة، لأن ما ينفعش أصلا تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها بعد نقل المواطنين. على الجانب الآخر، أكبر تهديد للأمن القومي المصري هو نزوح أهالي قطاع غزة إلى سيناء، وزي ما قال سيادة الرئيس امبارح إن المقاومة هتبقى في نقطة انطلاق للمقاومة من سيناء إلى إسرائيل لتنفيذ عمليات، مثلا مقاومة من سيناء إلى إسرائيل، فبذلك يتم نقل الصراع إلى مصر. صحيح. ومصر سيتم جرها إلى حرب حقيقية إسرائيل سلام، ومصر تدعو إلى أستاذ جميل حضرتك بس ممكن تغير المكان اللي موجود فيه عشان نقدر نسمع حضرتك بوضوح. تمام يا فندم. اتفضل يا فندم. فبالطبع يتم الصراع من الاراضي، وبذلك ايضا يتم جر الدوله المصريه الى صراع مسلح مع الجانب الاسرائيلي. عظيم. مصر هدفها اولا واخيرا هو السلام، مصر هدفها اولا واخيرا هو حل القضيه الفلسطينيه بشكل سريع وبشكل واضح، وهو ده اللي بيسعى اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحل هذه القضيه بحل الدولتين، الجلوس على مائده المفاوضات، حل الدولتين، القدس الشرقيه عاصمه لدوله، العوده الى حقوق ما قبل 5 من يونيو 67، هي دي اهداف الدوله المصريه في الوقت الحالي. الرئيس ايضا اكد إسرائيل عندها النية في التهجير إذا كان هذا الهدف المعلن بالنسبة لها لحين الانتهاء من عمليات الصراع مع المقاومة، يتم نقلهم إلى النقب، إذا النقب مساحتها ربع. ده يا فندم عشان بس نوضح هذا الأمر، كانوا يرغبون في ذلك. إن ده رد على هذا الادعاء فقط. تمام يا أستاذ جميل. لا يرغبوا في ذلك. بقول لحضرتك ده لتوضيح الأمر، إن ده ردا على هذا الادعاء فقط من الجانب الإسرائيلي. إذا كان غرضكم فعلا هو المدنيين وبتفكروا إنه يتم تهجيرهم إلى سيناء لحين انتهاء العمليات العسكرية، لا، فعندكم الناحية الثانية صحراء النقب. لكن هو ده مش الهدف الحقيقي. تمام. من الطلب الإسرائيلي، هو الهدف الحقيقي إن هم يفرغوا القضية من مضمونها بالكامل. الهدف الحقيقي إن هم يبعدوا أهل القطاع إلى سيناء، العمل على تصفية القضية الفلسطينية بالكامل، ما يبقاش فيه، تبقى فيه أرض وما يبقاش فيه شعب، فما تبقاش فيه دولة أصلا، لأن الدولة قائمة على الأرض والشعب، مش هيبقى فيه شعب فما فيش قضية أصلا. يعني يتم رجل بمصر في هذا الصراع بشكل كبير. بالفعل مصر كان كلام الرئيس بالأمس كلام واضح ما فيهوش أي مواربة، مصر ترفض، مصر لن تسمح بذلك. وامبارح حتى الرئيس قال لو محتاجين ان الشعب المصري ينزل في الشوارع يرفض هذا القرار. بالفعل الشعب المصري كله نزل في الشوارع بالامس ورفض هذا القرار وايد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلمات الرئيس عبد الفتاح. صحيح. شكرا جزيلا طبعا. مصر.
تسعى الى حمايه امنها القومي بشكل كبير ولا تسمح باي تهديد للامن القومي المصري. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الاستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الاهرام.